في الكرام في قناة وسام دبي. اليوم معنا الكاتب العام لجمعية المغرب العربي الفاتح السي محمد مسوكي، مرحبا بك معنا في مشاركتك. اليوم شفنا يعني المغرب العربي الفاتح عقد الندوة الصحفية على هامش تقديم الجهاز الإداري للمسؤولية الإنجازية، وكان مناسبة لاستعراض يعني المشروع والأهداف ديال الجمعية موازاة مع الشركة. شنو هو الجديد اللي كان الأبرز في هذه الندوة الصحفية؟ اولا الندوه الصحفيه كانت اكثر لاعاده فتح باب التواصل مع هو ديال الاطار الجهاز الاداري التقني، كانت بدايه واحد المرحله جديده في التواصل مع الصحافه الوطنيه والسياسيه خصوصا، وكان سبحان الله اننا نوضحوا الوضعيه اللي فيها المغرب الفاسي، المشروع اللي غادي نمشيو فيه على المساهمين اللي هما اصلا محبين في المغرب الفاسي وعلى الجمعيه السلامه الجمعيه، باش اننا نخرجوا في طريق المغرب الفاسي المستوى اللي كنسموه الجمعيه المحبين ديالو ولا المحبين ديالو. سي سموح لي بالتوكيل نقربوا للجمهور الكاتب العام ديال الجمعيه، شنو هو التصور ديالكم والرؤيه ديالكم يعني مستقبلا مع الجماهير الفاسيه، خصوصا اننا شفنا مؤخرا كان واحد المخاض والشد ما بين تماس وما بين فعاليات وجماهير الفاسيه. شنو هو الورود يعني الرساله اللي ممكن انك توجهها للجماهير المغاربه الفاسيه؟ شوف دابا نحن كمنخرطين ولا كمسؤوليه الجمعيه ولا المساهمين في الشركه ولا الجمهور ولا الصحافه اللي كتحضر، حنا كلنا كيجمعنا شعار واحد هو شعار وحب واحد للمفردين، كل واحد كيكره. وانا كنتفهم بان الشعور ديال الجمهور والغضب ديالو حيت الجمهور عاش وشاف بان فريق المغرب فاز في واحد المستوى، مشى لقى فريق المغرب فاز نزل لواحد المستوى ماشي بالطريقه اللي تعيش تماما، الثقه اللي كنا نقدروا عليها وقله التواصل اللي كاين، دونك جينا لاننا كنسمحوا باننا هذاك المكون اللي هو الاساسي اللي هو الجمهور اننا نعيدوا ردوا له الثقه فينا كمسلمين وفق فريق وكفريق، ونحسوا بالمسؤوليه لان راه ليه واحد الدور خصو يلعبوا معنا، فكنا نمشيو للفريق الفاسي المستوى اللي كنحكي عليه. اذا اسمح لي توكيل، يعني الهدف واحد هو دعم الاتفاق والثقه حول المغرب الرياضي الفاسي من اجل الامن. هضرنا على ان المغرب الرياضي الفاسي هذا الموسم غادي يعني يركز على بناء فريق، بناء فريق وترميم فريق من اجل يعني مستقبلا يكون فريق تنافسي في السابع انه ينافس على الالقاب. وضح لنا هذه الرؤيه بالضبط حيت شفنا ما هضرناش عليها بزاف في الندوه الصحفيه. فريق المغرب الفاسي انا عشت مراحل فريق المغرب الفاسي، واحسن مرحله هي باش وصلنا الثلاثيه، جد الثلاثيه راه كان واحد العام واحد ثلاث سنوات تقريبا، جينا كنحاولوا باننا نعيدوا نفس الطريقه نفس الشكل، غير دابا مستوى اخر حيت الكره الوطنيه تطورت، الموارد الماليه ستكون اكثر من اللي كان عليه، دونك جينا باش اننا يكون فريق تنافسي بسميتو بابناء الفريق، نردو المركز التقني لمدرسه النادي ديك القيمه اللي كانت عليها، ان كل سنه فريق المغرب الفاسي كيخرج جوج ثلاثه اربعه اللاعبين، واللي كيحس في القلب هو دابا اللي كنهضرو حنا عليه فريق المغرب الفاسي كيفتقد العنصر البشري من ابناء المدرسه، كنلقاو بان مجموعه الكره الوطنيه فيها لاعبين فريق المغرب الفاسي اما او اللي اكثر من هذا ان فيها لاعبين فريق المغرب الفاسي الفئات العمريه اللي اقل من الفريق الاول، يعني تهجير هاد اللاعبين ولا فريق المغرب الفاسي من الفئه ديال الكادي ولا الجينيور ولا قل كاع. يعني اذا كانت الميش ديال
قبل ما كانش كان الاهتمام ديال القاعده والمركز التقليد، وبالتالي كانوا معظم يعني اللاعبين تيدخلوا الفرق. ما كيعجبنيش اي مرحله تكون مرحله عندها الرجال ديالها، وكل مكتب ولا مسيرين يكون عندهم ظروف ديال السير ديالهم الواقع اللي ما كناش عايشين. ولكن انتم جيتوا باش تحميوا ذاك المرحله، جينا باش اننا وداك الحقبه ديال اللي تحققت الثلاثيه باش نمشيو في الخطوات. حنا الهدف ديالنا هو كما قال المدير الرياضي، هو فريق المغرب الفاسي اللي كلاسي باردو دي بروميي بلاطي. هذا هو البرنامج او الامل ديال التسجيل، ولكن الان هو فريق المغرب الفاسي ما يتعبش في السنوات اللي فاتت، لا اداريا ولا ماليا ولا تقنيا. كنا هما الاكثريه اللاعبين اللي مثلا عندهم العقود ديالهم راه مازال كاين واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي توافقوا على الاسيش. حنا كنحاولوا معاهم عن طريق الرياضه ما عطيتش الاسماء باش حفاظا على كاين واحد اربعه اللاعبين ولا ثلاثه. شوف حيت ذاك اللاعبين غدا كيوليو في المغرب كنحافظوا على هذا الشيء هذا معاهم. كنتمنوا بان الجهود اللي كتدار ومجهودك اللي كتدار اللي كتدار المدير الرياضي مشكور انها تحسن هذا الشيء اللي بغينا، ولا ما بغيناش راه سيبا ماشي نهايه العالم. الفريق المغرب فاسي بداك اللاعبين ولا باش بداك اللاعبين كان ديما فريق. اذا كاينين غير بعض، كاينين غير بعض اللي هما في المفاوضات الطبقي كله مازال. اذا احنا شفنا المغرب الرياضي الفاسي غير هنا، شفنا المغرب الرياضي الفاسي رغم كل شيء كانت عنده تركيبه قويه مثل بوريكا الرياحي مجموعه ديال الاسماء، ومازال دابا حافظ على التركيبه البشريه ديالو باستثناء واحد اربعه ديال الاسماء اللي في المفاوضات. كان معنا السي متوكيل هو الكاتب العام ديال الفريق المغربي الفاسي، تنشكرو وتنقولوا له شكرا مجددا على قبول هذا المرض وبالتوفيق للمغرب الرياضي الفاسي. غادي نولي نجد واحد الكلمه انا ليك، انتم شرحتوا لي انا غادي نولي نجد واحد الميساج، راه ما يمكنناش نمشي بين المكونين بين جميع المكونات بين المكونات ديال النجاح الصحافه الاعلام اضافه للجيل، راه الدور ديالكم اساسي باش تنشروا هذه المنطقه. احنا تنشكروا فيها احنا واحد القضيه السي متوكل، غادي ما بغينا المعلومه تلقاو معاناه هذه بمناسبه صراحه. حنا قلنا الشرح ديال المعلومات التواصل ما تتواصل. اسمح لي لقطعتك، اول كلمه جبدناها في الندوه هو التواصل، قلنا باننا احنا متواصلين موجودين التواصل، وخير دليل هو دابا الندوه وانا كنعطيك تصريحات. بيان سور لا بد من تبلاش ندرسوا معاك. تبارك الله عليك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.